السلام عليكم. هذا ما نحسن هذا هو عبد الله عبد حاجة خيركم مش معادة بك الأجل الحاجة تعرفون بحاجة الحاجة فهمتي الحاجة وجبنا لك تاني مفاجأة هذه الحاجة هذه الحاجة وهذه نقدم التعازي تاع الأسرة الرياضية وجمعية رادياز وكذلك اللاعبين الدوليين الكبار اللي أعطوا كرة القدم الجزائرية، لأن هذا الصحفي وهذا الفقيد الغالي محمد شراق كان يمتاز بالأخلاق حسنة، وباش نقدموا التعازي ونكرموه كذلك وندعو عمرة للوالد تاعو. كان سبورتيف اوني لا بور سا نستعرفوا به يعني كان تري جونتي ولي جون وكش ما نتمنوه ان شاء الله يكون من اهل الجنه ان شاء الله. ابن راه مزالني الرجال هذو نحمد ربي ونشكر بالبزاف. انا ما كنتش عارف باللي ولدي يلحق المرتبه هذه. راني فرحان بالبزاف وربي يجازيكم بالخير ان شاء الله. جزاكم الله خير. كل قدم بحسنه. كل قدم بحسنه. خيرهم يكثر خيرهم يجازيهم الله خير وربي يسترهم.